بسم الله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. درسي كان درسي كتاب شروط الصلاة، تفسير سورة فاتحة كيس جرى وللضالين جتون نجر إن شاء الله. وللضالين جتون جلتوت جتون كرا جلتوت عليك انتهين، وهم إسان ضالين نكون النصارى نصارات يعبدون الله ربي جبرا على جهل، ولا نرد ربي جبرا، وضلال جلين نرد ربي جبرا. تسأل الله ربك رتا أن يجنبك ربي سفجيس طريقهم كرائساني. وضليل الضالين راجعنا ما ليقرتني الضالين كان ردي إسان بدو ورخص عارته ردي قوله تعالى جت ربي والآن يجي قل جدين هل ننبئكم ما سنت أديسنو بالأخسرين ورهون جوان ورد أبن أعمالا كما دلقات آكا دلقات إساني خسارات هذه جلا بد الذين إسانا ضل بد سعيهم دلقات إساني في الحياة الدنيا جرو دنيا كيستي، وهم إسان يحسبون نسيان تكاني آدن أنهم إسان كن يحسنون نتلجني صنعا كما دلقات والحديث حديثة جراء عنه إرقام ربي إرى صلى الله عليه وسلم نجاب رحمن ربي إسان رد هاجراته لتتبعن والله نهر دوتن تكاجل ديمتن سننا كراون من كان قبلكم والرسنين درتي تهي يهودان سرائر حذو القذتي هنغا كولون تيا يوكال لاو ان تيا بالقذتي تيا جل ديمت حتى هنغا لو دخلوا إسان سنن جحر ضب بولا وكنيدا لدخلتموه سلاسين لين جلسين تنججو. قالوا نجر أن يا رسول الله يا رقم ربي اليهود صحابة جديني اليهود والنصارى جرس ورنو إسان جل يانس يهود نصارى آجنان. قال نجر يا رقم ربي صلى الله عليه وسلم فمن اين ريو جرنتهن أخرجاه حديث كنباسا بخاري مسلم. والحديث الثاني أما اللي حديث لما فاتوا جرا افترقت اليهود يهودان قرقرباتي جرتي على 71 فرقة بكت رباتني في تكتي قرقرباتي وافترقت النصارى نصارى لين قرقرباتي على 72 فرقة فرقة رباتني لمتي بكت رباتني لمتي قرقرباتي وستفترق جنا قرقربه تيتكا قرقرباتي هذه الأمة أمة محمد اللين على 73 فرقة فرقة رباطة من سدهت غنا قرقرباتي وكسني أولو دبرتي جاتو كلها تفتي سيتو في النار إبدا كيستي تاتكرا إلا واحدة تكتي ملي قلنا نجنة من هو إسيني أنو تكتي تجنتاس يا رسول الله يا رقم ربي جنن. قال نجد من كان نمته على مثلي فكرت ما أنا عليه وأصحابي وان انا في صحابان كي رتا نرتي نمتهتو تكتي سنتو ورجنتاتي ان شاء الله. درسين كنا كنا فقط وبالله التوفيق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.